السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثامن مدرسة البناهي الدولية، القناة التعليمية، مادة الفيزياء والكيمياء. نتابع في الوحدة الثانية في قسم الكهرباء والمغناطيسية، ونتعرف على نوع آخر من أنواع القوى وهو قوة لابلاس. عندما أقوم بركل كرة فإنها سوف تتحرك تحت تأثير القوى المؤثرة عليها، وعندما أريد إزاحة الطاولة من مكانها فإنها سوف تتحرك تحت تأثير قوى خارجية. في كلتا الحالتين نجد أنه عندما يكون هناك قوى فحتما سيكون هناك حركة ناتجة عن هذه القوى. أما اليوم فسوف نتعرف على نوع من أنواع القوى ناتجة عن تأثير الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي، وهي قوة لابلاس. طبعا لابلاس هو عالم فيزيائي. مر معنا في الحقل المغناطيسي خطوط الحقل المغناطيسي لمغناطيس نضوي. للمغناطيس النضوي قطبان شمالي وجنوبي وهو بشكل حرف U. خطوط الحقل المغناطيسي للمغناطيس النضوي تخرج من الحقل الشمالي متجهة نحو الحقل الجنوبي، وهي تكون مستقيمة بين قطبي المغناطيس ومنحنية عند أطراف المغناطيس. تأثير التيار الكهربائي على إبرة مغناطيسية. عندما يمر تيار كهربائي في سلك موضوع في أسفله إبرة مغناطيسية قابلة للدوران حول محور، نلاحظ أن الإبرة المغناطيسية تهتز تحت تأثير القوى الكهربائية المارة في السلك. كما تعرفنا عليه سابقا، تأثير الإبرة المغناطيسية على تأثير التيار الكهربائي على الإبرة المغناطيسية. الآن هل يوجد تأثير من المغناطيس على التيار الكهربائي؟ سنتعرف عليه اليوم من خلال درس قوة لابلاس. التجربة التي قام بها العالم لابلاس. أدوات التجربة: دارة كهربائية مكونة من بطارية وأسلاك، مغناطيس نضوي ذو شكل حرف U، ساقين نحاسيتين ثخينتين غير معزولتين ومتوازيتين وأفقيتين، غير معزولتين أي غير ملفوفتين بمادة بلاستيكية. ساق نحاسية غير معزولة قابلة للتدحرج، أي يمكنها التحرك فوق الساقين النحاسيتين الموضوعتين بشكل متوازي وأفقي. مغناطيس نضوي، ساقين نحاسيتين غير معزولتين، وهذه الساق قابلة للتدحرج، دارة كهربائية، أسلاك، مولدة، طبعا هنا بطارية. عندما نصل الدارة سيمر تيار عبر الساق المتدحرجة ثم يعود إلى مكانه من القطب الموجب. والسالب إن ما قام به لابلاس بأول تجربة تبين العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية، ومهد بذلك لطريق علم الكهرومغناطيسية. اشتهر لابلاس بالتجربة التالية: لقد قام لابلاس بتركيب دارة كهربائية تتكون من العناصر التالية: مولد كهربائي، وسكتين، والسكتين مصنوعتين من مادة النحاس، وموصل نحاسي ومغناطيس. ثم قام بربط السكتين المعدنيتين بقطبي مولد، ثم وضع فوقهما ذلك السلك النحاسي أو
أو الساق النحاسية القابلة للتدحرج، ووضع بقرب الساق مغناطيسا. بعد ذلك قام بتشغيل المولد. الشيء الوحيد الذي لاحظه عند مرور التيار الكهربائي هو أن السلك قد تدحرج أي تحرك إلى الأمام. نحن نعلم أن القوة هي السبب الرئيسي لحركة أي جسم، لذلك تأكد لابلاس من أن هناك قوة معينة قد تولدت من التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي للمغناطيس، وهي التي حركت السلك. لذلك وضع لابلاس قانونه الذي يقرر بأن عندما يمر تيار كهربائي في ناقل موجود داخل حقل مغناطيسي، فإن هذا الناقل يتحرك تحت تأثير قوة كهرومغناطيسية متولدة عن التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي معا. وهذا ما استنتجه العالم لابلاس، أن قوة الفعل المتبادل بين الحقل المغناطيسي لمغناطيس والتيار الكهربائي تدعى قوة لابلاس. ورأينا كيف تحركت الساق المعدنية نتيجة تأثير الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي. وفي دروس سابقة رأينا كيف أثر التيار الكهربائي على إبرة مغناطيسية وأصبحت تهتز نتيجة مرور التيار الكهربائي. إذن هناك علاقة ما بين الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي، وعلاقة ما بين التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي. جهة قوة لابلاس: عندما يمر تيار كهربائي في أسلاك التوصيل في دارة كهربائية، نستطيع تغيير جهة التيار بعكس جهة أقطاب البطارية أو الخلية الكهربائية. في تجربة لابلاس، إذا قمنا بعكس جهة التيار الكهربائي، هل سوف تنعكس جهة حركة الساق المتدحرجة، أي تتدحرج نحو الخلف؟ أيضا في تجربة لابلاس، إذا عكسنا المغناطيس النضوي، أي جعلنا القطب الجنوبي محل القطب الشمالي والقطب الشمالي مكان القطب الجنوبي، هل سوف تتغير جهة تدحرج الساق المعدنية أم لا؟ في الدارة التي أمامنا مولدة كهربائية أو بطارية لها قطبان موجب وسالب. عند وصل الدارة في البداية ستكون الساق المعدنية في هذا المكان، عند وصل القاطعة سوف تتدحرج نحو الأمام وتستمر في التدحرج لطالما هناك تيار كهربائي. أما عند قطع رفع القاطعة أي فتح الدارة، سوف تتوقف الساق المعدنية عن التدحرج. الآن سنقوم بعكس القطبين، جعل القطب الموجب مكان السالب والقطب السالب مكان الموجب. طبعا الدارة مفتوحة لا يمر تيار، لن تتدحرج الساق المعدنية. نغلق الدارة ونرى أين سوف تتدحرج الساق المعدنية. سوف تتدحرج نحو الخلف. استمرار مرور التيار الكهربائي سوف تتدحرج إلى أن نرفع القاطعة، سوف تتوقف عن الحركة. هنا فقط قمنا بتغيير الأقطاب الكهربائية، أما أقطاب المغناطيس لم نؤثر عليها بأي شيء، بقيت كما هي. الآن لنرى تأثير تغيير مكان الأقطاب المغناطيسية. مغناطيس نضوي، قطبين شمالي وجنوبي، دارة كهربائية موصولة إلى الساقين المعدنيتين المتوازيتين. عندما نصل التيار سوف تتدحرج الساق إلى الأمام، طبعا هنا
سوف تتدحرج إلى الأمام. إذن عندما يكون لدينا في تجربة لابلاس مغناطيس نضوي، هنا ستكون الدارة غير موصولة عند وصل القاطعة. طبعا الأقطاب لم أغيرها الآن، سوف تتدحرج الساق نحو الخلف. نرى هنا كانت في المنتصف، أما هنا تدحرجت نحو الخلف. الآن سنقوم بقلب قطبي المغناطيس بحيث يأخذ الجنوبي مكان الشمالي والشمالي مكان الجنوبي. نلاحظ انعكاس جهة حركة الساق المتدحرجة، أي سوف تتحرك نحو الأمام. النتيجة عند عكس جهة التيار، تنعكس جهة تدحرج الساق بسبب تغير جهة قوة لابلاس. عند عكس الأقطاب المغناطيسية، تنعكس جهة تدحرج الساق بسبب تغير جهة قوة لابلاس. إذا يمكن الساق المعدنية أن تغير جهة حركتها عند تغيير جهة التيار أو عند عكس الأقطاب المغناطيسية. كيف نحدد جهة قوة لابلاس؟ نستطيع تحديد جهة قوة لابلاس، أي كيف سوف تتحرك الساق المعدنية، هل ستتحرك نحو الأمام أو الخلف، باستخدام قاعدة اليد اليمنى. أما اليد اليسرى لا تصلح لتحديد جهة قوة لابلاس، أي جهة حركة الساق المتدحرجة. نبسط يدنا اليمنى بحيث يخرج التيار من رؤوس الأصابع، ثم ندير يدنا بحيث تخرج خطوط الحقل المغناطيسي. نحن نعلم أن خطوط الحقل المغناطيسي لأي مغناطيس تتجه من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي. نجعل هذه الخطوط تخرج من راحة اليد، أي من باطن اليد. عندها جهة الإبهام سوف تدلنا على أي جهة سوف تتحرك الساق المعدنية. هنا في المثال أمامنا سوف تتحرك نحو الخلف، أي في هذا الاتجاه. إذن خطوط الحقل المغناطيسي يجب أن تخرج من رؤوس الأصابع الكهربائي، أما الحقل المغناطيسي خطوطه يجب أن تخرج من راحة اليد، وجهة الإصبع الأبهام هي سوف تشير إلى الجهة التي ستتحرك عليها الساق المعدنية، وهي جهة قوة لابلاس. إذن حتى نحدد جهة حركة الساق المعدنية، نقوم في بسط اليد اليمنى باتجاه التيار الكهربائي المار في الساق المتدحرجة، تدوير اليد اليمنى لتخرج خطوط الحقل المغناطيسي من باطن اليد، تشير الإبهام إلى جهة قوة لابلاس. طلابنا الأعزاء، نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، مع التمنيات لكم بالنجاح الدائم. طلابنا الأعزاء، لا ننسى في نهاية الدرس التدريبات ستكون واجب منزلي لكم، ويتم تسليمها اليوم حتى الساعة 12 ليلا، وشكرا لكم.